نعم دكتور، على هامش اجتماعات القمة برز اللقاء الذي جمع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني، يعني هل هذا اللقاء كان شكليا برأيك أم هو مؤشر فعلا لتطور ما أو لأمر ما؟ آخر رئيس أذكر أنه زار السعودية كان أحمد نجادي في 2006، منذ ذلك التاريخ لم يأتي حتى وزير إلى المملكة، فأن يأتي الرئيس في زيارة المملكة ويلتقي في لقاء خاص مع ولي العهد، ليس كل من جاء يعني حضر القمة عقد لقاء خاص مع ولي العهد، لقاء رسمي بكامل الوفد المرافق. أنا أعتقد أنه إشارة على تطور كبير في العلاقات السعودية، وأنا أشعر بذلك في المملكة لأنني واحد من الذين دعوا دائما إلى التقارب مع الشقيقة إيران، لأن ما يربطنا أكثر مما يفرقنا، وكانت هناك ملفات شائكة تمت حلحلتها في بكين وقبل ذلك في العراق وفي عمان، والحمد لله اليوم أستطيع أن أقول أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة، وأحب أن أبشر على هذه المنصة اللبنانية أن الملف اللبناني هو على رأس هذه الملفات، ولولا قضية غزة لكنا سمعنا أخبار سعيدة في هذا الملف، ولكن قريبا بإذن الله سنسمع أخبار جيدة وطيبة للاتفاق بين السعودية وإيران في الملف اللبناني وقبل ذلك في الملف السوري أيضا. إذن هناك تطور بالملف اللبناني على صعيد الاتفاق السعودي الإيراني، البند اللبناني هو بند أساسي وفيه إيجابيات كما تقول، يعني على صعيد موضوع رئاسة الجمهورية أو الفراغ الرئاسي يعني تحديدا حسب المعطيات المتوافرة لديك. نعم، هذا ما سمعته من مصادر عديدة أن الفراغ الرئاسي والحكومي وأن الإصلاح الاقتصادي وأن كثير من الملفات الشائكة تجري العمل عليها، وقد تم العمل عليها من قبل، يعني من قبل حتى بكين، وكانت من شروط المملكة أن توضع هذه الملفات على الطاولة، ووضعت بالفعل. في البداية كان هناك تهرب بأن هذه قضايا عربية ولا شأن لنا بها، ولكن استطاعت الدبلوماسية السعودية أن تعيد هذه الملفات إلى الطاولة وتم التباحث فيها، وأنا سمعت من مصادر عديدة ومن مصادر إيرانية أن هناك توافق قد يعلن عنه قريبا إن شاء الله، وكان يفترض أن يعلن عنه قبل مسألة غزة وربما أجل لهذا السبب. هل هناك معلومات أكثر لديك؟ يعني هل تم التوافق على أسماء معينة أو اسم معين بالنسبة للملف اللبناني المتعلق برئاسة الجمهورية؟ للأسف لم يرشح لدي أي معلومات من ذلك، ولكن عموما أن يتفقوا على حل المشكلة هو في حد ذاته حل، بغض النظر من هي هذه الأسماء والطريقة التي سيتم بها هذا الحل. نعم، بالختام دكتور بطرفي سؤالي لك اليوم، رد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو على القمة العربية بالأمس طالبا من زعماء الدول العربية والإسلامية إما إدانة حماس أو التزام الصمت إذا كانوا يريدون الحفاظ على مناصبهم، شو تعليقك على هذا الكلام؟ أزعر كما تقولون في لبنان، وأنا أعتقد أن توماس فريدمان كان على حق، هو أكبر كارثة حلت في إسرائيل، وهو من الغباء الشديد أن يعني يرتكب ما يرتكبه من حماقات ستؤثر على مكانة إسرائيل في الضمير العالمي، ويغير من الصورة التي حاولت عبر 50 عاما، عبر 75 عاما وأكثر من قبل ذلك، أنها ضحية وأنها هناك مظلومية وأنها في النهاية يعني شعب عانى كثيرا ويستحق التعاطف العالمي معه. اليوم انقلبت الصورة، أصبح الحمل الوديع هو الذئب، وأصبح ضحايا الهولوكوست هم أصحاب الهولوكوست، وتستطيع كما كانت في السابق أن تستعطف الرأي العام العالمي أو تحصل على أي نعم.
نعم. إذن دكتور خالد بطرفي المحلل السياسي، شكرا لك على هذه المداخلة مباشرة من العاصمة السعودية في الرياض.